السلام عليكم. هاي بالنسبة لموضوع ال quotation and situation element أو situation element. على سبيل المثال عندنا paragraph نفس هذا الشكل مع العنوان، فهذا يسمى بال quotation. شلون أخلي هذا الباراجراف يظهر لي بهذا الشكل، عنوانه وشرح تفصيلي عنه. طبعا باستخدام ال quotation خلي أحذف كل هذا، اجي اخذ هذا الشيء مثلا هذا الكود ماركتويشن راح الصفه نعم تمام. عند الباراجراف راح اخليه بهذا الشكل باراجراف مثل ما تعلمنا، باقي الشرح اخليه داخل تاج اسمه بلوك كوايت. بلوك كوايت اغلق هذا التاج طبعا تمام. هذا هنا ممكن احذفه لانه ما راح احتاجه. تمام. حدين لو اجي انفذ نلاحظ راح يظهر عندي موضوع بهذا الشكل، العنوان بعد الموضوع على شكل بلوك كوايت. ممكن انا اخلي نص اكثر تمام، خلينا نغير الكولر ايضا من سيلفر الى تمام. نلاحظ ان اصبح عندي العنوان بهذا الشكل بعد الباراجراف باستخدام تاج البلاك او بلوك كوايت بهذا الشكل المتناسق. طبعا لو ارجع لل HTML كوايت، اذا هذا الكود اللي هو نفذناه. عندي هنا الابر ايضا بالنسبة للتايتل، طبعا هذا لو نجي ناخذ كوبي بس نشوف عشان راح يتنفذ عندنا بي ار تمام. نسوي رفرش بهذا الشكل راح يتنفذ عندي. اذا اريد اخلي داخل ال هو هيلث اورجنايزيشن اخلي داخل ال دبليو اتش او، اريد اخلي بعض النقاط، فراح اخلي ابر اخلي تايتل عليها مثلا هذا هو اختصار ل World Health Organization. شلون اخلي اختصار؟ مجرد اخلي استخدام علامة ال ABR، مجرد ما راح اوقف على كلمة هو راح يظهر لي الاختصار. لاحظ انه هو Health Organization، هو Health او World Health Organization. لاحظ هنا ماكو هنا World Health Organization. تمام. ممكن اخلي مثلا علي هذا الشكل، هنا اقول له علي، اسوي له رفرش. لاحظ مجرد ما اوقف عليه راح يقول World Health Organization علي. تمام. هاي بالنسبة لل ABR تاج كلش مهم. عندنا تاج البلوك كوايت اللي هو هواي مستخدم داخل المواقع. انا اتمنى استفادتوا من هذا الشيء بالنسبة لموضوع الـ HTML quotation and situation.